السلام عليكم. اليوم جيت نصور واحد الفلوق هنايا في منتزه الرميدات. هذا الفلوق غادي نعملو فواحد المنتزه جميل بزاف، من احسن المنتزهات اللي كاينه في المغرب كامل وفي شمال افريقيا، منتزه الرميدات. كنت بغيت نعمل الفلوق على طنجة، نقسمو لجوج ديال الاجزاء، ولكن نظرا لان المدينه فيها بزاف ما يتشاف بزاف ديال الاماكن خصنا نعطيهم الوقت ديالهم الكافي ونعطيهم حقهم. قررت ندير بلاي ليست نخصها لبزاف ديال الاماكن اللي بغى يزور مدينه طنجه. المنتزه هذا نقدروا عليه مفخره الناس ديال طنجه، مفخره للشمال، مفخره للمغرب. كنتمنوا يحافظوا عليه سواء المعنيين بالامر او الناس، لان فعلا هذه تحفه وواحد المتنفس اللي رائع، سواء الناس اللي بغاو يتنزلوا او الناس اللي بغاو يتريدوا. جميل في المنتزه انه كيطلع على وجهه بحريه، وكتوفر فيه بزاف ديال المرافق بحال المطاعم، بحال الاماكن الالعاب الخاصه بالاطفال سواء داخل المنتزه او خارج المنتزه، بالاضافه الى الامان كاع الطرق باش دوز واحد الويك اند زوين وتبدا اسبوع جديد والراس ديالك يعني شعور خفيف. ونخليكم تكتشفوا بنفسكم جماليه هذا المنتزه الرائع جدا اللي كيزيد مع رونق الجماليه ديال مدينه طنجه، كيعطيها واحد الجماليه خاصه. الحاجه اللي بغيت نقولها هو ان هذا المنتزه هذا جا في الجبل الكبير، باين يعني اي واحد يعني جا طنجه غيبان له. الحاجه الوحيده اللي بغيت نقولها هو ان الجبل الكبير فعلا كان لسنوات عديده جدا واحد المكان اللي جميل ونقي وفيه وكيعطي واحد الجماليه للمدينه، كانك تشاهد واحد الجبل يعني كانك تشاهد واحد المنظر في مدينه اسطنبول او الى اخره، ولا شي مدينه تركيه. ولكن للاسف بدا كيكتسي اللون الابيض بقوه المباني والاراضي اللي بزاف اللي تبعت فيه بعد ما كان اخضر يعني بالكامل من غير بعض البنايات القليله. الان بقى ولا اللون الابيض كيطغى على الجبل الكبير هبض الرميلات، يعني هذه المساحه الخضراء كتمتد حتى الاشقر ومن الجبل الكبير حتى الاشقر، وعندها جوج ديال الاطلالات، يعني اطلاله على البحر الابيض المتوسط وعلى المحيط الاطلنطي، وهي فعلا هي الرئه ديال المدينه. وكانوا يعني كنوقعوا بزاف ديال الحرائق للاسف، بزاف ديال الاراضي ولا يعني طغى عليها اللون الاسود، من جهه اخرى بزاف ديال الاراضي يعني الاشجار يعني تحيدت وتباعد ديك الاراضي وتبنوا فيها قصور الى اخره. حنا كنتمنوا على الجبل الكبير وهاد المنطقه الخضراء نبقاو محافظين عليها، وهذه رساله للناس المعنيين بالامر. عندي مع ذكريات يعني كثيره بزاف، كنا كنجيو الاصدقاء هنايا كنفطروا، بعض المرات كنا كنجيو كنديرو الطواجن كنشويو الحوت هنا، بعض المرات كنا كنجيو نتريدو. اضافه الى بعض الذكريات ايضا مع العائله، يعني عندي في ذكريات كثيره هذا المنتزه عزيز عليا بزاف. المهم هذا هو القصر ديال فيردي كاريس. القصر عنده واحد القصه يعني معروفه، المهم انا ما عرفتش التفاصيل ديالها غير واحد الخلاصه عليها، وان واحد الشخص كانت الزوجة ديالو مريضة والدكتور نصحو بواحد المكان هادئ كان فيها الضيقة وكان فيها بزاف، المهم كان فيها شي مرض بحال هدا، ونصحو باش تكون يعني في شي مكان يكون شي غابة ويكون يعني. فجبنا لهاد القصر هذا كان بمثابة الهدية، والله أعلم. والمهم اللي عنده القصر كاملة يكتب عليه في التعليقات، وشكرا. كيتميز هاد المنتزه بواحد العدد كبير من أنواع ديال الأشجار، ونخليكم تشوفوا هاد الشجرة الاسم ديالها الصنوبر الشعاعي. راه كاين واحد العدد كبير ديال الأشجار في هاد المنتزه، ميمكنناش يعني نقولهم كاملين، ولكن هادي واحد النبذة على بعض الأنواع ديال الأشجار. شجرة أخرى نوع آخر من الأشجار،
بارك الله العلود إلى الأشجار. عندكم تشوفوا واحد الإطلالة رائعة طبعا، ماشي الناس اللي ساكنين في طنجة، كبر على الناس اللي غايشوفوا فيه وباغي يجيو يشوفوا المنتزه. أحسن دواء من الستريس والضغط والمشاكل هو أنك تجي ترتاح في هذا المنتزه. يعني أنا كنت مغرم به شحال هذيك، كان جيت تقريبا كل أسبوعين، بعض المرات كل أسبوع كان جي المنتزه هذا. فعلا يعني كنا كنجيو نحضو نأكل طاجين نتريضو، يعني كنا أي حاجة نبغو نعملها كنجيو نلعبها في هذا المنتزه. تخيلوا معايا هذا المنبر هذا كامل وحافة الصيف، البلاكه اللي وريتكم فيها
فيها يعني قصة ديال ديك القصر، وفيها بزاف ديال المعلومات حوله المنتزه. يمكن لكم يعني توقفوا الفيديو وتقراوا ديك الشيء تما. يا سلام، واحد قهوية هنايا، داك الشيء رفيع. جلسة سوبر. بالليل كيبقى هاد المطعم ضوي كامل، واحد الديكور واعر بزاف مع القصب، مع طريفة كتكون تاهي مضوية. طريفة كتبان من هنا، يعني واحد الكيسة معتبرة. أتمنى أن تدعموا القناة بالشرح لكم، لايك وتقديم تعليق وآراء طبعا، لأن كتعنينا. هذا كان أول فلوج في سلسلة ديال الفلوج، راه كان بلاي ليست خاص بمدينة طنجة. غادي يكون فيه بزاف ديال الأيام ديال الفلوج اللي خاصين مدينة طنجة كما قلت. بزاف ديال البلايص يعني كيستحقوا أنهم يتزاروا ويتشافوا من طرف الزوار اللي يجوا مثلا لمدينة طنجة. كان هذا أول فلوج بمنتزه الرميلات. غادي يكونوا دي فلوج آخرين إن شاء الله، كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. أعطيونا تعليق، آراء، أفكار، إذا كانت شي تدخلات ولا شي حاجة. إن شاء الله في فلوج جديد. شكرا على المتابعة. دابا بدات كتبان إسبانيا واضحة، لكن غير الحال كيسفا.